وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تجد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. نبينا محمد. السلام عليكم. بدأت مشارف المدينة تلوح أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار أهل المدينة يومئذ لما علموا بخروج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كل يوم يخرجون متقلدين السيوف يترقبون وصول النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، وكثير من أهل المدينة لا يعرفوا، لأن الذين رأوه في بيعة العقبة قليل منهم. صحيح أن الذي أسلم كثير، ولكن الذي رأوه في ذلك المكان كانوا عددا قليلا. فكان الناس يخرجون من الصباح الباكر لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجعون إذا اشتدت عليهم الشمس. في اليوم الذي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل من اليهود في نخل له، واليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماته وزمانه ومكانه، ولكنهم عاندوه وتكبروا عليه لسبب سنذكره إن شاء الله عند الحديث عن أحوالهم معه. فلما رآه عرفه فأخذ ينادي بصوت عال: يا معشر العرب، يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون قد أقبل عليكم. فاستبشروا وكبروا، وأصبح في المدينة صوت مثل الزلزال من فرح الناس والتكبير. فخرج بعضهم بسيفه حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند قباء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة قباء نزل فيها، فكان أول فعل فعله في هذه المنطقة أن أسس المسجد الذي يسمى اليوم بمسجد قباء. فصلى بالناس أياماً، ثم أرسل إلى أخواله من بني النجار. أخواله أخوال جده من بني النجار من أهل يثرب، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء متقلدين السيوف وحاوطوه، ومشوا معه في ركب واحد حتى أقبلوا على المدينة. فلما أقبلوا على المدينة ورأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشروا وكبروا وأخذوا يغنون ويهتفون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبعض فأول ما بركت كان أقرب بيوت الأنصار إلى هذا الموضع بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني متاعه، وجعله في بيته، وأخذ بيده حتى يدخله بيته. فالناس يقولون له: يا رسول الله، هلم إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم وهو يقول: المرء مع رحله،
أين ذهب متاعي؟ أذهب معه، وقد ذهب إلى بيت أبي أيوب. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لأول مرحلة من مراحل المجتمع المسلم في المدينة يومئذ، بأن بركة هذه الناقة في هذا الموضع الذي سيكون بعد ذلك مسجده. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال يوم أن نزل المدينة؟ نأتي عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. نراكم على خير، في أمان الله. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة، اشتركوا الآن.